غير. Pero estamos bien. بس تمام. Creo que jugamos mejor que el juego anterior. هو شايف ان احنا لعبنا احسن من الماتش اللي فات. Y creo que creamos a nuestra manera de jugar suficientes oportunidades para por lo menos haber hecho un segundo gol. على الاقل احنا خلقنا فرص كتير جدا كانت تسمح لنا على الاقل ان احنا نجيب جون تاني. Y haber tranquilizado el juego y haberlo controlado. كنا مسيطرين على مجريات اللعب. Disponiendo bien de la pelota. كنا بننقل الكرة بشكل كويس. En el, las entradas en el último tercio. في التلت الاخراني بتاع الخصم. Me dejaron muy satisfecho. لعبوا كويس وهو مبسوط جدا من الناس اللي لعبت في التلت الاخراني بتاع الخصم. Si notaron dentro del área hubo remates de los extremos. اخترقوا كويس جدا بالنسبة للناس اللي كانت بتلعب في نص الملعب والوينجات برضو عملوا اللي عليهم. De los interiores. والاتنين اللي قدام نص الملعب زي ما كنت لسه بقول لكم. Es decir que el equipo no va a depender de del gol de para el gol de solamente el centro atacante sino del juego colectivo. وزي ما قال لكم في المؤتمر بتاع الماتش اللي فات هو ما بيعتمدش على رقم 9 او المهاجم ان هو يجيب جون، هو دايما بيكون عاوز ان يكون عنده كذا لعيب يقدر يخلص ويجيب جون، ما بيعتمدش بس على ان المهاجم يجيب جون، دي مش طريقته خالص. También me dejó muy satisfecho, tranquilo y optimista el rendimiento de los jóvenes. هو مبسوط جدا ومتفائل جدا بالناشئين حسام عبد المجيد ومحمد طارق ونيمار. سيد عبد الله نيمار. Y creo que tenemos buen recurso como para ilusionarnos en que vamos a tener un equipo muy competitivo. ان شاء الله بالصغيرين. Que juegue bien al fútbol. وبالعناصر الخبرة اللي موجودة. التجمع ما بينهم ان شاء الله يقدر يخليه ان احنا نخلق فريق يقدر ينافس ويقدر ينافس اي حد وما يفرقلناش المنافس والفعل دايما يكون مننا. Y finalmente, وفي الاخر también tengo que reconocer que los jugadores experimentados زي ما كنت بقول لكم اللعيبه الخبره عايز برضو يشكرهم ان هم عملوا فعلا ماتش كويس جدا النهارده. الونش muestra el liderazgo que se necesita para ser el uno de los capitanes. ورى ان هو يستحق ان هو فعلا يكون واحد من كباتن الفريق ده. شيكابالا نو سوربرنديو ا تودوس. وشيكابالا طبعا في المكان اللي لعب فيه النهارده ده لعب بشكل يعني فاجئه جدا وكان مبسوط جدا من اداءه وعمل ماتش كبير جدا الشوط الاول. Jugó muy bien cuando teníamos el balón y al momento de no balón compitió y nos ayudó mucho a recuperarlo. الكوره واحنا معانا كان بيلعبنا بشكل كويس جدا وكان بينقلنا من الدفاع للهجوم بشكل كويس، بالاضافه الى ان لما الكوره كانت بتتقطع كان برضو بيحاول وكان بيرجع يقطعها تاني، عمل مجهود كبير جدا وهو مبسوط جدا من كل اللعيبه سواء الناشئين او اللعيبه الخبره اللي زي شيكا والونش. Jugamos contra un buen equipo. لعبنا ضد فريق جامد جدا. Jugadores muy técnicos. عندهم لعيبه عندهم مهارات وتكنيك كويس. Les gusta el fútbol elaborado. بيحبوا يلعبوا كوره متنوعه. Sin embargo, los limitamos a pocas oportunidades. احنا برضو طريقتنا اجبرتهم. Tuvieron también con que haber hecho un gol por لو menos, pero. هم كمان كانوا يستحقوا ان هم يجيبوا جون على الاقل. Si hablamos de merecimientos, nosotros merecíamos mínimo dos goles. بس لو هنتكلم مين كان يستحق، حتى لو هم كانوا يستحقوا ان هم يجيبوا جول، لو هنتكلم مين كان يستحق يكسب الماتش في الاول وفي الاخر احنا اللي خلقنا فرص اكتر واحنا اللي كنا الاقرب. El juego no es de quien merece ganar sino saber ganar y creo que supimos ganar hoy ante un buen rival. الكوره دايما مش بمين لعب احسن، في اوقات ممكن انت تلعب اوحش وتكسب او تلعب احسن وتخسر، في برضه عامل التوفيق بيأثر، ولكن في الاول وفي الاخر هو شايف ان احنا اللي نستحق المكسب وانه احسن من الماتش اللي فات والحمد لله. Preguntas. الاسئله؟ Está preguntando por qué hiciste cuatro cambios directamente en la mitad. ¿Es porque los jugadores no eran buenos o solo para...? No. Muy bien todos. لا هم الناس اللي خرجت لعبوا كويس جدا. Muy bien. رؤى لعب كويس جدا. Chicabala, ya hablé de él. Chica لسه كان بيقول لك انه عمل ماتش كبير جدا. Abdelghani, bien. Salvo la pelota dentro del área que le ganaron en el cuerpo a cuerpo. عبد الغني كان كويس برضه في الاحتكاكات الثنائيه. حمزه por la tarjeta amarilla. وحمزه المسلوسي خرجوا عشان الكارت الاصفر فهو خاف عليه ياخد كارت اصفر تاني. Ahora siempre tengo planeo los posibles cambios. هو دايما بيكون مخطط ايه التبديلات اللي ممكن يعملها. De acuerdo como se ve el juego,
decido. هو على حسب مجريات الماتش وعلى حسب مجريات اللعبة بيقرر التبديلات. Y queríamos que participaran los que más pudieran mínimo 45 minutos. وهو كان عاوز يشوف أغلبية عدد اللعيبة. Un tiempo real de impresionarnos y mostrarnos qué pueden hacer por el equipo. والناس اللي نزلت ما كانش عايز يديها وقت قليل، كان عايز يديهم وقت طويل عشان يقدر يشوفهم كويس وياخدوا فرصتهم كاملة، بدل ما هو بينزل ينزلوا آخر 10 دقايق أو 5 دقايق ساعتها مش هيقدر يشوفهم ويقيمهم. فعشان كده هو عمل التبديلات، مالهاش علاقة بإن اللعب وحش. الناس اللي لعبت الشوط الأول لعبت كويس جدا، وهو بس كان عايز ليه وجهة نظر، كان عايز يشوف حاجة معينة، فعشان كده عمل التبديلات مرة واحدة. Usted hiciste el último cambio en los últimos 30 minutos o algo. ¿Usted no tenía miedo que podamos tener un gol no. de un otro jugador? No, tenía más miedo que teníamos a un jugador jugando en una posición no natural para él. هو اللي يخوفه انه لعيب يلعب في مركز مش مركزه. Y por ese sector el equipo contrario estaba atacando bastante. والفريق كان بيهاجم بشكل كبير. Me ocupé de reforzar mejor el equipo. وكان محتاج يدعم. Tener más velocidad. عشان يبقى عندنا سرعات اكتر. En toda la línea defensiva. بالذات في خط الدفاع. Y poder jugar a transiciones en el momento que el juego lo ونقدر la oportunidad. ونقدر نعمل التحول الدفاعي للهجومي بشكل احسن، فعشان كده كان محتاج يدعم خط الدفاع بسرعات، لان الفريق الثاني فعلا عندهم سرعات بالذات على الوينجات. فهو عشان كده كان محتاج يدعم وينزل طارق، ولا ما كانش خايف من ان حد يتصاب او اي حاجه، هو عارف هو بيعمل ايه يعني.